وبركاته. اهلا ومرحبا بكم متابعي قناه مورا سوفت، انا سمير كمال. ان شاء الله ده الدرس الثامن من كورس الاي بي اي. باذن الله في درس النهارده هنحاول ان احنا نعمل عمليه انسيرت عن طريق البوست ديمان. يعني احنا النهارده يعني نقدر نقول بشكل كبير معنى ان انت وصلت معايا للجزء ان انت تعمل انسيرت في الداتابيز وفي الدروس السابقه قدرت ان انت تظبط الريسبونس بتاعك وقدرت ان انت تعرض البيانات بتاعتك سواء بوست او بوست واحد او كل البوستس على الاي بي اي او على البوست مان. ففي الحاله دي وصلت لمرحله ممتازه جدا. النهارده فكرتنا ان احنا عايزين نبدا نعمل انسيرت جوه الداتابيز بس عن طريق البوست مان، او بمعنى ادق الراجل بتاع الموبايل او بتاع الفرونت اند عايز يحط حاجات جوه الداتا بيس. تمام. عشان نعمل الجزئيه ديت ايه اللي احنا هنعمله؟ هنروح على الراوت بتاعنا راوت الاي بي اي. المفروض ان احنا عايزين نعمله راوت هنا عشان الراجل ده يبدا يحط بيانات عندي جوه الداتابيس. تمام. طيب كل اللي عليا هناخد مثلا الراوت ده، اي راوت مثلا زي ده، اقول له هنا بوستس مثلا، اقول له هنا هيكون ستور وده هيكون من نوع بوست. تمام. اذا دلوقتي هو لو زار ستور او زار البوستس بس من نوع بوست، اذا دلوقتي هو هيفهم انه يحط بيانات. تمام. طبعا انت المسمى تقدر تسميه براحتك زي ما انت عايز يعني. تمام. طيب لو انا جيت رحت على المفروض عندي هنا الاي بي اي بتاعي، هندخل هنا على احنا عايزين نعمل فانكشن، هنقول له public function مثلا على سبيل المثال public function، نقول له مثلا ستور، وطبعا دي هتاخد ريكويست لان انا كده اوريدي جايب ايه بداتا. الله ينور عليك. اقول له ان هي هتاخد ريكويست. تمام. حلو قوي لغايه الان الدنيا زي الفل والامور كلها تمام ولوز اللوز. حلو قوي. انا عايز دلوقتي ايه اللي انا هعمله؟ عايز ان انا احط البيانات جوه الداتابيس. عشان احط البيانات جوه الداتابيز هحط عن طريق الكرييت مثلا، او عن طريق لو انت عايز تعمل نيو اوبجكت او عايز تحط كرييت على حسب انت عايز، بس هنستخدم طريقه لارافيل اللي هي طريقه الكرييت. عشان اقدر اعمل كرييت لازم يكون عندي الفيلابل بتاعي جوه البوست موجود عندي هنا. لازم اتاكد من الجزئيه ديت ان انا عامل فيلابل للكلام بتاعي ده للتايتل والبادي. كلام جميل. هنا دلوقتي انا عايز انشئ اول بوست، فبالتالي هقول له مثلا على سبيل المثال هحط كلمه بوست، هعمل متغير اسمه بوست، هقول له انك هتروح على الموديل بتاع البوست وهتعمل له كرييت. كلام جميل. وهتقول له مثلا سي مثلا على سبيل المثال تقول له ريكويست اول كل الريكويست اللي جاي لك. حلو قوي لغايه الان الدنيا زي الفل. كده دلوقتي هو عمل عمليه انسيرت، فانا عايز اتحقق اقول له لو البوست رجع لي بحاجة مظبوطة او كان كله. ممكن ان احنا ناخد الجزئية دي اهي، عايز اقول له لو البوست بتاعي رجع لي، يعني لو البوست ده اتنفذ هترجع لي بالبوست، هتظبطه لي الشكل بتاعه وهتقول له اوكي. والاستاتس بقى مش هيبقى هنا 200، امال هيبقى ايه؟ هيبقى 201، لان انا قلت لك قبل كده لو تتذكر في عملية الريكوست بتاعتك ال HTTP request ان لو في حاجة اتعمل لها كرييتد بتكون 201. تمام. طيب في حالة إن البوست مرجعش، يعني البوست مرجعش وفي مشكلة ما أو أيا كان حصل أي حاجة، هقول له ارجع ريتيرن مثلا، ارجع لي بالداتا نال مثلا، هترجع لي بداتا نال وتقول لي مثلا هنا مثلا نقول له سمي أي اسم مثلا ذا بوست نوت، مثلا نقول له نوت سيف مثلا، ما تسيفش البوست معانا. و404 لا هيبقى مش 404، امال هيبقى ايه؟ 400. طب ازاي باشمهندس 400 ديت؟ اقول لك تعالى اهو، قلنا مثلا هنا على سبيل المثال قلنا له اتش تي تي بي ريكويست اللي هي بتاعت البوستس بتاعتي عشان بس تشوفها، انا ما بجيبش حاجه من عندي اهو. عندي في حاله ان في عندي بيقول لي اللي هو الايرور ريسبونس، لو في عندي باد ريكويست يعني في مشكله في الباد ريكويست، مفيش اي مشكله في مشكله فيه، فبقول له 400 يعني في باد ريكويست مثلا على سبيل المثال. تمام. ده من ضمن الحاجات. وطبعا لسه قدام هنعمل شويه فاليديشن، هنعمل شغل حلو ان شاء الله، ما تستعجلش. دي حاجه كده انا عايز ابنيك من البدايه تبقى انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي. اذا دلوقتي الراجل ده لو نفذ البوست بتاعتي
هيرجع له برساله يقول له ان البوست تمام، ويقول له مثلا ذا بوست مثلا ايه، خلينا مثلا نقول له هنا ذا بوست سيف مثلا سي مثلا، تمام، ويرجع له ب 201. طب لو ما رجعلوش هيقول له ذا بوست نوت سيف ويرجع له بال 400. ده في حاله اي مشكله حصلت معايا في الباد بتاعي. كلام جميل، كلام جميل. طيب تعالى بقى نروح على البوست مان. احنا كنا عاملين راوت او كنا عاملين يو ار ال او عاملين ريكويست من نوع جيت يجيب لك كل البوستس اهو، كلام جميل. وكنا عاملين راوت تاني يجيب لي بوست واحد. النهارده بقى عايزين نعمل يو ار ال او عايزين نعمل ريكويست يبدا ان هو يحط بيانات جوه الداتابيس. حلو قوي. هاجي على البوستس هنا واقول له اد ريكويست. هيسالني ايه هو الريكويست، هقول له مثلا هنا نقول له ستور بوست مثلا، عايز احفظ بوست او انسرت بوست او ايا كان. طيب حلو قوي. انا هنا الاسم بتاعي اللي هو هيتسمى هنا، كلام جميل. هيكون من نوع ايه ده يا باشمهندس؟ هيكون من نوع ايه؟ الله ينور عليك، هيكون من نوع بوست، لان المفروض في بيانات هتدخل ليا. كلام جميل. طيب الراجل ده هيزور الراوت بتاعي ايه؟ المفروض دلوقتي هيزور الراوت البوستس. لو هو رايح بالبوست هيفهم ان هو يعمل ستور، لو هو هيزور البوستس بس رايح بالجيت هيفهم ان هو عايز يعرض ايه البوستس. كلام جميل. اذا دلوقتي كل اللي عليا اجي هنا اخد الجزئيه دي، او بلاش اخد الجزئيه، تعالى نكتب، نتعود ان احنا نكتب. هنقول له ايه دلوقتي المفروض ان انت هتعمل ايه؟ هتزور اليو ار ال اللي بتاعتنا. احنا خلاص ظبطنا اليو ار ال بتاعتنا، قلت له سلاش اي بي اي سلاش بوستس. هو هيفهم باشمهندس السؤال، معلش، هو بيفهم ازاي ان انا هعرض او ان انا هحط بيانات؟ ما انا دلوقتي لو رايح له بوست اذا دلوقتي هو هيفهم ان انا هعمل ستور. طب لو انا دلوقتي رايح له بجيت هو هيفهم ان انا عايز اعرض. كلام جميل، حلو قوي. هنا عشان انا اعرض البوستس بتاع، عشان انا اعمل انسيرت في البوست بتاعي هيكون عندي في ان انا عايز احط انبوتس، انا عايز ان انا اكتب حاجات معينه. كلام جميل. فهنا عندي الكي، المفروض عندي ان انا هعمل ايه؟ هقول له تايتل، هيكون عندي هنا مثلا نقول له مثلا انسيرت 1 تايتل ان بوست مان. انا هنا دلوقتي عايز ان انا في التايتل هيبدا يعمل انسيرت في الداتابيس وهيكتب لي انسيرت بوست مان. كلام جميل. والبادي بتاعي مثلا ده البادي بتاعي، ده يعتبر زي الانبوت بتاعتك عشان تبقى تاخد بالك، الانبوت اللي هيحط فيها البيانات يعني، تمام. فانا اقول هنا التايتل هتحط الكلام ده كله، وهنا مثلا هقول له انسيرت نفس القصه، ناخد ده بس نخليها مثلا بدل تايتل نقول له body. طبعا انت حط البيانات اللي انت عايزها براحتك يعني، ما تشغلش بالك بالبيانات اللي انا بحطها دي، انا بحط لك بس تيستيكت، تمام. المفروض دلوقتي لو انا جيت زرت الراوت ده، لو انا جيت زرت الراوت ده المفروض دلوقتي يحصل حاجتين. اول جزئيه ان لازم البيانات دي تدخل جوه الداتابيز، دي رقم واحد. رقم اتنين يرجع لي برساله ان البيانات دي اتحفظت، ولو لا قدر الله ما فيش حاجه عندي المفروض يرجع لي بخطا. كلام جميل. تعال كده نقول بسم الله، تعال نزور، لاحظ ايه اللي حصل. قال لي بوست رقم 7 بيقول لي التايتل خلاص هو انشاه، ورجع لي بمسج ذا بوست ذا بوست سيف، ورجع لي ب 201. طب باشمهندس نعم، تعالى كده نزور البوستات بتاعتنا بشكل الحقيقي، نشوف كده فعلا هو حطها في الداتابيز ولا لا. انا عايز اتاكد يعني، قلت له بوستس، اعمل هنا انا يعتبر اشوف الويب سايت بتاعي هل فعلا البوست نزل عندي ولا لا. لاحظ اهو انسيرت ذا بوست اهوت، ادى الانسيرت وادى الايه اللي بتاع عندي هنا دلوقتي، هو عمل دلوقتي التايتل وادى التايتل بتاعي، هو انشاه دلوقتي عن طريق البوست مان. كلام جميل، حلو. اسيف الجزئيه بتاعتي ديت عشان تبقى موجوده عندي الستور بتاعي. لغايه الان الدنيا زي الفل. طب تعالى كده دلوقتي نزور البوست مان ده او نزور التايتل ده، بس ما نحطش اي بيانات هنا كده. تعال مثلا نخليها مثلا فاضيه وهنا فاضيه، ونحاول ان احنا يعني ما نروحش باي فاليو خالص هنا دلوقتي، ونضغط اوكي. لاحظ مفيش اي حاجه تمت عندي هنا، ولا في اي شيء تم عندي هنا في التايتل. قلت له روح بالتايتل والبادي فاضيين، برضه نفس القصه رجع معايا بمشكله عندي اهوت، ولسه ايه هنهندل كل الكلام ده كله ان شاء الله باذن الله لما نيجي نشتغل في الفاليديشن قدام باذن الله، هنهندل الجزئيات ديت باذن الله، تمام. انا هنا دلوقتي كده المفروض
اقفل ديت بس عشان مش عايز احفظ الجزئيه ديت. دونت سيف. اذا دلوقتي ده البوست بتاعتي اهوت، تعال نقول له هنا مثلا، مثلا تعال نحط بوست تاني مثلا، هكتب لك مثلا بالعربي كمان عشان ايه تحس ان الدنيا تمام. اهو انا عايزك تعمل لي البوست الاول عن طريق بوست مان. انا بحاول ايه يعني اظبط لك اكتر من حاجه عشان الاول عن طريق بوست مان، واقول له اوكي سيف. يلا المفروض دلوقتي ان هو دلوقتي عرض لي البيانات بتاعتي. طب لو انا جيت هنا في الموقع الويب سايت بتاعي المفروض ينزل لي البوست بتاعي اهوت، نزله لي هو عن طريق البوست مان. طيب دلوقتي بقى باشمهندس في حاجه، نعم هنا في البوست مان. طب تخيل بقى انا دلوقتي ما حطيتش لا التايتل ولا البوست وجيت اعمل سيف، بيجيب لي رساله بالشكل ده. انا بقى عايز اهندل الجزئيه دي. طب امال عايز تهندلها ازاي؟ انا عايز اقول له مضمون الكلام، عايز اعمل فاليديشن بقى. انا عايز اقول له مثلا على سبيل المثال ان المفروض التايتل يكون ريكوايرد، البادي يكون ريكوايرد والكلام ده كله، وابدا ان انا اعمل مثلا فاليديشن. هل ممكن اعمل فاليديشن هنا او كده؟ اه تقدر تعمل الفاليديشن هنا في الخطوه دي. يعني انا في الخطوه ديت المفروض انا في الجزئيه دي هنا الاول هعمل فاليديشن عندي، تمام، عشان اتاكد ان الدنيا تمام والدنيا زي الفل والامور كلها تمام بالنسبه لي. تمام، ده ان شاء الله باذن الله هيكون في الدرس الجاي، هنبدا نعمل فاليديشن على البوست اللي داخله جوه الداتابيس. اتمنى يا رب يكون الدرس عجبكم. ما تنساش تعمل لي لايك على الفيديو، ولو اول مره تسمعني ما تنساش تعمل اشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.